يوم في الأسبوع يا عالم النفر حيطلع مشروع. المعلم جميل بدري من أبو حمص الله يبارك له. خدامك الحاج جميل عبد المنعم إبراهيم بدري من أبو غواش الشهرة الفلسطيني، مقيم بضماس، عشرتي مع الناس كلها بإخلاص، والله يا ويلي أنا قلبي حبك وخلاص. الله يكرمك عم جميل، بس التجار كله ما عندها شرحة الإخلاص. ليه كده؟ نايف سوق ابو هواش يا جماعه للمواشي. عم جميل الله يبارك له وربنا يهدي التجار الكذابين والمنافقه. طبعا ارضيه السوق كلها ضلال، فربنا يهدي. صلى على النبي، كان ولع الظهر الاحمر، كان ولع الظهر الاحمر لولا صلاه النبي فيه. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك عم الحاج جميل عبد المنعم ابراهيم بد، يتمنى يسهر معاك للفجر، وعلى الله تعبنا كلنا يطلع باج يا رب. اللهم امين. الحاج جاي النبي قدرنا على الطيب ويكفينا شر الضلال وشر الحرام، وما يقدرنا الا على الطيب، وما يقدرناش ابدا ابدا على النفق ولا على الزور. ومع السلامه يا عم وايل، ونخدمك في الافراح وربنا يعالج الجراح. وانا لما شفتك كده النفوس بترتاح. الله يكرمك عم جميل. كلمتين للرئيس بتاعنا، الرئيس المحترم الله يقويه ويعينه عليني ويصلح حاله يا رب. الرئيس على الطلاق، الرئيس عمال نازل في الكباري وفي الطريق والطرح طابطين، بس الفلاحين من عصطين ما عندهاش لازمة ولا دي. ليه كده عم جميل؟ انا عارف ما بيحمدوش ربنا، ما بيحمدوش ربنا، بقولوا زمن علينا غلا باشا. بقول لهم يا ناس رزقك واسع، الفدان بيجيب محاصيل، بس انت اللي راجل ما طلعتش اصيل. وفي الاول وفي الاخر يا وائل قلبي ليك بمين. الله يكرمك عم جميل. مع السلامه، مع السلامه يا عم وائل، وتشكر الاخ جميل. الله يبارك لك يا حاج جميل، صباحك ابيض ان شاء الله. حفظ الله ورعايته، وخليك مع الرزق لنهايه. الله اكبر، الله يبارك لك يا عم جميل ويصلح حالك وحال الجميع. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الجديد كل يوم. المعلم جميل بدر الشاعر المشهور يا جماعه في سوق ابو هواش وفي جميع الاسواق بتلاقوه، راجل محترم، راجل خدوم وعايز العشره بين الناس كلها تدوم. الله اكبر، الله يبارك لك يا عم جميل ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. صباحك ابد عم جميل، الله يبارك لك، الله يسلمك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.